عم يشهد لبنان حرايق ببعض المناطق الجبلية، وعبر عدد كبير من النجوم عن محبتهم للبنان وتضامنهم مع اللبنانيين، ودعيوا أنه تنطفي الحرايق بأسرع وقت وما يكون في أضرار كبيرة. نذكر من المشاهير اللي علقوا على الموضوع ماجي بغصن، سيرين عبد النور، نيكول سابا، مايا دياب، ناجي قسطى، محمد إمام، كيندا علوش، لجين عمران وأحلام. توفى خي الإعلامية الأردنية علا الفارس، ونعيته علا وقالت: انتقل لرحمة الله خي ناصر تحسين الفارس، اللهم عوض شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته وارحمه. وعبر كتار من متابعي علا عن حزنهم لموت خيا وعزوها وتمنوا لطول العمر. قال المنتج صادق الصباح رئيس مجلس إدارة شركة صباح إخوان إنه الفنانة اللبنانية هيفا وهبة انضمت لفريق عمل مسلسل أسود فاتح ورح تكون البطلة، وهيدا أول تعاون بين الشركة المنتجة وهيفا. مسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال اللي بيشرف كمان على ورشة الكتاب، وإخراج كريم العدل، وبتدور أحداثه بين مصر ولبنان ضمن إطار اجتماعي. قالت مصادر خاصة لموقع الفن إنه الفنان آدم تبلغ رسمياً من رجال الأمن بمخفر بير حسن طلب إحضار لاستجوابه من بعد ما رفعت أنجي خوري دعوة عليه واتهمته إنه خطفه وحبسه يومين بمنطقة صبرة، وكان آدم رفع دعوة ضد أنجي اتهمها فيها بأنه عم تتجنى عليه وتلفق له اتهامات وعم بتشوه له سمعته. كشفت الممثلة السورية جيني إسبر عن لوك جديد رح تطل فيه بالجزء الثاني من مسلسل ببساطة، ونشرت جيني صورة جديدة بتبين فيها انها غيرت لون شعرها للأشقر من بعد ما كنا تعودنا عليها بالشعر الأسود، وتلقت جيني تعليقات كتيرة من متابعينا اللي حبوا هالإطلالة. من بعد ما قالت من ايام انها بتعاني من الاكتئاب وبتتظاهر بانها مبسوطه وانه حياتها فاضيه بسبب الاساءه اللي بتتعرض لها على الانترنت، لقيت الشرطه الكوريه نجمه البوب سولي ميته بشقتها بالعاصمه سيول، وقالوا عناصر الشرطه انهم عم بحققوا بسبب موتها وممكن تكون سولي انتحرت. لمعرفه كافه الاخبار الفنيه زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.